من هنا انطلقت الثورة يوم 17 من شهر ديسمبر، وهو عيد الثورة. 17 من ديسمبر هو عيد الثورة. 14 من جانفي كان الهدف منه إجهاض الثورة، ولكن وجودكم اليوم دليل على أن الثورة ومطالبكم ستتحقق في ظل الدستور، في ظل الشرعية الدستورية. أنتم أيها الأحرار، يا حرائر تونس ويا أحرارها، أنتم صنعتم تاريخا جديدا لم يشهد العالم مثله من قبل. سوف أعمل بالرغم من مناورات المناورين، وبالرغم من المؤامرات التي تحاك في الظلام، على تحقيق مطالبكم، على تحقيقها كاملة. أنتم طالبتم بالحرية وستنالون الحرية، أنتم طالبتم بالكرامة وستتحقق الكرامة، الكرامة الوطنية. من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم واهم واهم، ولن يحقق وهمه أبدا. بدأ ما هناك مثلكم اليوم، هناك للأسف كل يوم يفتعلون الأزمات، يفتعلون الأزمات. لماذا يديرون أزمتهم؟ أنتم تعرفون مطلبكم، وحينما قلت أن الشعب يريد يعرف ماذا يريد، مكنه فقط من الآليات القانونية التي يحقق بها إرادته، وسوف يحقق بها إرادته، لأنكم أحرار ولن ترضون بغير العزة والكرامة بديلا. المؤسسات السياسية لا تعمل ويحملونني المسؤولية، أتحملها كاملة. وآثرت أن أكون بينكم اليوم كما كنت في السابق، وسأكون ما دام هناك قلب ينبض ونفس تتعدد. هناك مؤامرات وستصدون لها، وأعرف أنكم أحرار ولن تمر عليكم هذه المهاترات التي تحاك كل يوم، لأنكم تعرفونهم بالاسم، تعرفونهم، ومن يقف وراءهم في الظلام لن يحققوا أبدا ما يريدون. هنا اشتعلت الثورة، وهنا أرض الأحرار، وهنا هزت العالم كله، بل زلزلت العالم تحت أقدام المستبدين وتحت أقدام الجهاد. أنتم أيها التونسيون وأيها التونسيات، لقنتم العالم كله درسا يتناولونه حتى في أعلى الكليات في العالم. كيف خرج أبناء هذا الوطن العزيز بدون إدارة أي حزب، بدون أي قيادة، قام بثورة، قام بصعود غير مسبوق في التاريخ، صعود شاهد غير مسبوق في التاريخ. اليوم ما تقومون به يدرس في الكليات وفي العالم، وسوف أعمل بنفس العزم. لا تهمني رئاسة الجمهورية ولا تهمني رئاسة الدولة، يهمني أن أحقق مشروعكم في الحرية وفي الشغل وفي الكرامة الوطنية. هناك من يعتقد أن كرسي الرئاسة هدف في ذاته، أن كرسي الرئاسة هو مسؤولية، ومسؤولية سنتحملها معا. ومن يزيغ عن مطالب أبناء هذا الشعب سيدفع الثمن غاليا، لأن الشعب يعرف ماذا يريد، أن الشعب يريد أن تتحقق الحرية، وقد تحققت، ويجب أن تستمر حتى تتحقق بصفة كاملة. يريد الكرامة الوطنية، يريد أن يكون محفوظ الكرامة في وطن حر، محفوظ الكرامة. يريد أن يكون هناك شغل أيضا يحفظ كرامته، لا شغلا لا يكفيه أن يسد به رمقه. وكثيرون هم الشباب اليوم الذين استنبطوا حلولا عجز عنها السياسيون،
استنبطوا حلولا من القاعدة من المعتمديات. ويذكر هنا الشباب وقد التقينا في عديد المرات، يذكر هنا كيف صنعوا التاريخ بإمكانياتهم حتى من الخارج، من كولومبيا، من المكسيك، من أستراليا، من كل مكان، وتجندوا بإمكانياتهم لتوفير المال الذي يطالبون به. ثم قالوا بعد ذلك لست في حاجة إلى تلك الأموال، في حاجة لماذا؟ في حاجة للسلطة. في السلطة يفترض أن تكون في خدمتكم وليس في خدمة أي جهة أخرى، سواء من وراء الستار أو من وراء الصحاري أو من وراء البحار. السلطة يجب أن تكون من تونس، تعبر عن إرادة التونسيين الأحرار. وسنواصل معا على نفس هذا الطريق. يقولون ما يقولون كل يوم، تسمعون تقريبا ماذا يقولون في أجهزة الإعلام. لا تهم، لا يهمنا ما يقولون، سيأتيهم الجواب مسلسلا مدويا بأكثر مما يتوقعون. وسنحقق المسار وسننتصر، لأن ذلك مسار التاريخ. المجتمع تقدم، ما يسمى بالمجتمع المدني تقدم على ما يسمى بالمجتمع السياسي، كانوا في سباق، ما زال الآخر في، ما زالت له جولات، في حين أن الشعب أو المجتمع الذي يوصف بأنه مدني صار هو الفاعل الرئيسي. تنكروا له، تنسوه، ولكن سوف يكون في المستقبل في تونس وفي غير تونس هو الفاعل رقم واحد. عليهم أن يراجعوا مفاهيمهم التي صارت مفاهيم تجاوزها الزمن، غير صالحة للاستهلاك، كدواء لم يعد صالح للاستهلاك. سوف يؤبس التاريخ أنكم أنتم الذين تصنعون تاريخا جديدا لتونس، وتصنعون تاريخا جديدا للعالم كله. هناك مجتمعات اقتبست شعاراتكم، بل رددت ما ترددونه اليوم في كافة أنحاء العالم، حتى وأن لم يكونوا يتخاطبون باللغة العربية. سنواصل معا، وستأتي إن شاء الله. لا أريد أن أتحدث عما أفعله، ولكن أنا أعمل في صمت، ولكن سأحقق إن شاء الله إرادتكم. لست أقف أمامكم لأقول ماذا سأفعل، ولكن ستأتي الأجوبة إن شاء الله بما تطالب. نعم، عدالة اجتماعية، ننشد العدالة الاجتماعية. نفس الشعار الذي رفع منذ 9 سنوات ما زال يرفع اليوم، وسيتحقق بإرادة الله وبإرادتكم. وأذكر وعلى اليوم يجب أن يكون هذا اليوم هو يوم عطلة، لأنه هو يوم عيد الحياة. يعتقدون أنهم يمكن أن يربكوننا، ولكنهم أخطأوا العنوان. يتحدثون عن الورود وعن الزهور. لست بحاجة إلى قصر ولا وردا أو إلى زهر، أنتم الزهور وأنتم الورود. ويكفيني فخرا أن أكون بينكم اليوم أكثر من أي مكان آخر، وسأعود إن شاء الله في المستقبل القريب إلى هذا المكان، حينما تكون هناك أموال يتم استثمارها لفائدتكم وبناء على القواعد القانونية التي أنتم تختارونها. ليست القضية اليوم لتوزيع السلطة كما هو شأن، لتوزيع هذه المؤسسات ليست أزمة التونسيين، هي أزمتهم. ولا يعتقدون أنهم يمكن أن يواصلوا بهذه الأزمات إدارة الشأن العام. سنواصل معا وسنبقى على العهد. آثرت منذ قليل أن أقف أمام دار الثقافة التي كنت ألقيتها فيها أول محاضرة في سنة 2011، لأقول أنني سأبقى على العهد ما دمت حيا. لا تهمني مرة أخرى المناصب، تهمني أن نحمل المسؤولية معا، وسنحملها وسنحقق إرادتنا برغم المكائد وبرغم المناورات وبرغم الذي يدبر في الغرف المغلقة. ها
هل المدير هل الغرق لم تعد مغلقة؟ الشعب لم تعد تخفى عليه خافية، يعرف ماذا يريد وسيحقق إن شاء الله ما يريد. اهلا سيد الرئيس، عايشك ربي يخليك وربي وجات الصدفه اللي واهلا اهلا برشا. نحن فرحانين بيك ولي في جنة، فرحانين بيك فرحان، وان شاء الله نحقق مطالبكم الكل اللي عندنا تحدونا نفس الاراده نتاع ديسمبر 2010 من اجل الحريه والشغل والكرامه الوطنيه. نعرف مطالبكم ونعرف مدى معاناتكم ودائما نراني على العهد. Let's go! 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 Let's go!